بسم الله الرحمن الرحيم، مع الحكواتية أم سعيد. تفضلي يا أم سعيد. أهلا وسهلا فيكم، حياك الله وشرفتونا، وهذه فرصة سعيدة جدا جدا نحن تعرفنا على المجموعة الحلوة. حياكم الله في بيتنا. طبعا اليوم احنا نبغى نعرفكم على بعض العادات تقاليد المرأة القطيفية. أول شيء لبسها، ثاني حاجة يعني بنقول لكم على بعض الأشياء اللي تسوها المرأة في الزواج، يعني وش هي عادات الزواج وش هو قبل الزواج اللي يصير وبعد الزواج. احنا أول حاجة أقول لكم بالنسبة إلى الملابس، ملابس المرأة القطيفية، وش هي تلبس المرأة القطيفية من الملابس. عندنا احنا أول شيء اللي هو عندنا نجيب لكم أول شيء المشمار، الردان، الردة. هذا المرأة الأول بدل العباية تلبس هذا دردن. عندنا نوعين، نوع هذا يسمون بروجي اللي هو هذا الأحمر بروجي، وهذا اسمه أناجر. الأناجر اللي فيه ذهب مع الأحمر، هذا يسموه أناجر وهذا يسموه بروجي. فطبعا يغطي المرأة من رأسها إلى أسفل قدمها. هذا كانت المرأة تلبسه. عندنا طبعا اللي هي يسموها الغشواية، اللي هي البوتشي اللي يسموها، او هذا الحجاب تطلع، هذه اللي تلبس المرأة الغشواية. هذه شو فيها يعني زي المخرمة شوية، تشوف منها اي لون. عندنا طبعا في الاول الفتاة تلبس من تصير عمرها 7 سنوات، يعني فيحاولوا يحجبوها، تتحجب ما تطلع يعني تلعب بيه الاولاد بهالطريقة، فتلبس هذا البخنم يسموه البخنم، تلبسه بهالطريقة. شوف البخنق، طبعا البخانق انواع، بس هذا البخنق هذا حق مناسبات، يعني حق زواج، حق يعني افراح في البيت، عندهم شيء عزيمه، يعني اي شيء، فهذا يلبسه. وهذا من الشيفون مخيط بخيوط الزري، هذا يجينا من طريق الهند، عن طريق الهند. بس في عندنا طبعا سيدات يسووا بخانق بس بالخلق العادي، القماش العادي، تطريزة عادية عندهم، يعني يلبسوا هذه العاد. البنات لما يطلعوا يلعبوا مع الأولاد برا. عندنا طبعا احنا النفنوف اللي هو الفستان. هذا الفستان بس طويل، يعني مو فستان قصير، احنا نسميه اللي هو النفنوف صخمة وصيوان، اللي هو معناته زي الصديري والتنورة. طبعا في احنا نسميه كرتة. هذا في الباط اللي هو هذا إذا هو واسع عليها أو شيء. طبعا هذا القماش سموه شيفون، في اللي هو نبضة الزي. عندنا هذا المنديل، طبعا المنديل الأحمر هذا يعتبر شنطة أحيان. عندنا إحنا بكشة بس إحنا نسميه دسمال، يسموه في بعض المحلات يسموه رومال. بس هو هذا للمرأة القطيفية لما تطلع تربط المفتاح كأنه ميدالية في نفسها، تربط المفتاح فيه، عندها فلوس خردة تربطها برضو في هذه الجهة، تطلع فيه، ولما تروح في أي بيت من البيوت يعطوها مرضى حلاوة، يعطوها أي حاجة، يعطوها أي شيء، يربطوها فيه، تربطها فيه وتربط البيت. في نفس الوقت بعض الزوار إحنا الأول لما يسافروا، عندنا يسافروا العراق، يسافروا سوريا، يسافروا البحر، فيجيبوا هذا كصاغة هدية، يعني يحطوا فيه الهدية ويربطوها وتعطي جارتها وتعطي صديقتها. طبعاً إحنا عندنا هذه البكشة، هذه بكشة صغيرة صار لها في حدود 77 سنة، مخيطة هذه من الستان، في نفس الوقت هذا يسموه نغدة. إحنا عندنا تحيكوا المرأة القطيفية، عطينا العود وقفيها صورتها وجهها، هذه يحطوا فيها المسبح، يحطوا فيها كتاب القرآن أو كتاب الأدعية. فهذه عمرها في حدود 77 سنة، تخيطها المرأة، يجيبوا هذا الخيط يسموه نغدة، يجيبوا لنا من البحرين، والأبر تكون صغيرة ومدبدبة، فهم يخيطون بدون طبعا أي رسوم، هم بدون رسوم، يعني على خيالها. ودائما إحنا المرأة القطيفية ترسم أو تكتب، قصدي تحيك دائما أشياء الورد والطيور على حسب الطبيعة اللي هي عايشة فيها، لأن إحنا عايشين في واحة القطيف وكانت كلها ما شاء الله خضراء. يعني طبعا هذه الملابس يخيطوها، يجيبوها الستان ويسوي لهم الخياط، هذه الاشياء تلبسها العروسه، تلبسها العروسه اللي داخله.
عادات امهات يكونوا. اي عندنا طبعا هذا ثوب هاشمي، ثوب هاشمي هذا، هذا احنا لازم تلبس من تحت النفنوف تلبس فوق الثوب الهاشمي، هذا يسموه قزاز، ومنه وفيه يعني بعض الالوان موجوده فيه منها يعني القماش فيه موجود. يعني عدة أشياء عندنا، طبعاً إحنا عندنا الوايل وعندنا سروال الحين نطلع عليه. شوفي هذا بعد واحد، هذا بعد نوع ثاني. في سروال هنا. في سروال. إيه أوكي. طبعاً هذا بعد واحد ثاني. هذه طبعاً هي تلبسهم إلا لما تطلع في المناسبات، يعني في المناسبة في البيت تلبس أشياء اللي هو عندنا نوع ثاني. القماش مختلف. اسمه الوايل حارثي، شوفي هذا الوايل. تلبسه في البيت، هذا وايل لو خفيف نوع من القطن. نوع من القطن الخفيف المريح، لان تعرفوا احنا الصيف عندنا بلادنا حاره، فدائما هذه الثوب الهاشمي يعتبر من ثلاث اجزاء. هذا الجاف في السوق زي هذه، في اقوى شيء يمكن، هذا من زمان، هذه اشياء قديمه طبعا، ها صار لها هذا زي الثوب هذا صار له فوق 100 سنه، هذا الثوب الهاشمي صار له فوق 100 سنه. يجنن يعني صاحبته قصيره ما شاء الله. إيه هذا وايل، ها يتكشخوا فيه طبعا، هذا حق الكشخه، هذا تلبسه في البيت طبعا، هو يتكون من البدن يسموه هذا بدن، هذه القطعه اللي توصل من تحت الى الاكتاف يسموه بدن، هذه اللي يسموهم الاكمام، الاكمام لحد قريب يعني من فوق لحد السر، هذه اكمام اللي هنا موديل كيمونو. ممكن تعطيني اشوف الذهب الذهبي؟ هو نفس الموديل. هذا أقول لكم ثوب النغدة سوي أمي، هذا النغدة هي هذا طبعا من التول، التول إحنا نسميه تور طبعا. تول تول دلعوا سموه تول الحين. هذا النغدة اللي أقول لك الخيوط هذه اللي يجيبوها خيوط ذهبية، الذهبية أو فضية، فيسووها بهالطريقة. شوفي كيف تهبر أمهاتنا، هم اللي خيطوها، هم اللي خيطوه بدون رسم.